للحديث أكثر حول موضوع ملف المسح الصحي تنضم عبر الهاتف الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. أهلا بك في نشرة الثالثة. في البداية وقبل التعرف على أهمية المسح، ولكن نطلع السادة المشاهدين على ما هو المسح الوطني الصحي الذي تقوم به وزارة الصحة طبعا بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. دكتورة، المسح الصحي الوطني عبارة عن دراسة تفصيلية للوضع الصحي في مملكة البحرين، وهو مسح معتمد من منظمة الصحة العالمية يتم تنفيذه كل 5 سنوات بالتعاون بين وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بتكليف ودعم كريم من مجلس الوزراء الموقر. نعم دكتورة، إذا نتكلم الآن على ما هي أهمية هذا المسح وما الفوائد المرجوة منه، وإذا كانت هناك آلية يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا اللقاء. طبعا المسح الوطني يوفر قاعدة بيانات صحية موثوقة، وهذه البيانات تفيد مملكة البحرين بصورة كبيرة، لأن المسح يسهم في تقديم رؤية متكاملة عن الحالة الصحية للسكان في مملكة البحرين. يساعد أيضا صناع القرار على تطوير الاستراتيجيات الصحية الوطنية وتحديد الأولويات الصحية. يسهم أيضا في مراقبة الوضع الصحي ومتابعة المؤشرات الصحية من أجل تطوير النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية وجودة الحياة. أيضا يساعد على فهم الاحتياجات الصحية للمجتمع البحريني، وبالتالي نستطيع وضع وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض. آخرا وليس أخيرا، يساعد في قياس المؤشرات الصحية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية والاستدامة. نعم، لو نتحدث عن الفئات المستهدفة من هي؟ يستهدف المسح الصحي الوطني المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من عمر 18 سنة وأكثر. تم اختيار عينة مكونة من أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين بصورة علمية، بحيث تمثل هذه العينة المجتمع بصورة صحيحة علميا وإحصائيا. نعم، إذن الدكتورة وفاء شربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.